السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء والفلاح ولكل الأحباب، الله يهنيكم الله يبارك فيكم وإن شاء الله تكونوا في أسعد حال. إعلان قصير للبث المباشر لايف الليلة على قناة سليم صالحي الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، الحديث عن حوار تبون، الحوار الكارثة لتبون، ونتحدث عن المدى اللي وصلته الأزمة في الجزائر وحجم يعني أزمة النظام وأزمة البلاد في الجزائر من خلال هذا التحليل، يعني ما جاء في هذا الحوار. إذن ألقاكم الليلة الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، إلى اللقاء.